الكثير من النهضة وما يقدم إلى الآن في دوري عبد اللطيف جميل. روح رياضية عالية جدا من جيبسون أوليفيرا يستحق التحية حقيقة مع تيسير التيف. أقبلنا فريقه الآن متعادل وبالتالي تيسير التيف كان بإمكانه أن يرمي الكرة لكن تجاوز الوقت المسموح له بإمساك الكرة في داخل منطقة الجزاء وبالتالي شوف صاحب إحصائية الاتحاد وشوف شوف شوف الروح الرياضية العالية جدا من جيبسون أوليفيرا يجد في أداء جميلة أعزكم الله اللي هو تيسير التيف. شوف التحية لكن الوقت والله عاد تيسير الرياضية العالية إذا أنا شفت ألعبها لكن هل راح يلعبها محمد بن سبعان؟ الله عليك الله عليك الله عليك
inesquecível pra esse menininho, mas vai a ressalva ali. Sim. Fotografia, ele ganhou a noite, obviamente ganhou a noite, mas ele não pode invadir o campo, né? É uma criança, mas não pode.